أيام قليلة وينتهي الشهر الكريم، ولكن أنا حسيت أنه في هذا الشهر الكريم حقيقي بكل خيراته. كنا في امتحان كده، إحنا الشعب والدولة والناس رغم أي أزمة ممكن تكون داخلية أو عالمية، بس أنا شايفة من الخير اللي موجود في الشارع المصري والناس، يعني كتير قوي مثلا قبل الفطار بشوف الشباب الصغير هو واقف يوزع بلح ويوزع حاجات ساقعة وبيجروا يعملوا خير وموائد الرحمن، والموائد الرحمن اللي كان فيها كده يعني شكل تسابق على الخير، الناس كده اتجمعت بقالها فترة بقالها سنين بعد أزمة كورونا، والناس خرجت والناس كان في ود وتسامح حلو والناس طلعت اللي في بيوتها. فهو ده بجد الامتحان، أولا امتحان روحاني ورباني وامتحان الخير، أنه رغم أي أزمة صدقوني الإنسان ممكن يعيش على أبسط الأشياء ويبقى دايما مبسوط. مع أغنية ولا بدري بدري يا شهر الصيام تعرف كده أن احنا خلاص يعني اقتربنا من أن احنا نودع الشهر الكريم، ويا رب نكون فعلا كنا قد هذا الشهر بكل خيراته الجميلة. تعالوا نبدأ مع هذا الخبر، وطبعا هو بيكمل أيضا متابعة كبيرة جدا من الدولة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بيتناول فيه الجزء الثالث من سلسلة الفيديوهات اللي بتسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال التوسع في منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وبأسعار في متناول الجميع. طبعا يمكن زي ما أنتم عارفين الخبر ده في بداية الشهر الكريم كنا تكلمنا بأنه منافذ البيع والمبادرات الكثيرة جدا اللي قدمتها الدولة هتبقى متوفرة وموجودة طول الوقت، كمان إلى جانب توفر كافة مستلزمات عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال المنافذ التابعة لوزارتي الزراعة والتموين ومنافذ السلع التابعة أيضا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان ومبادرات كلنا واحد، وكل هذا هيكون متوفر وموجود وبيقدم للمواطنين وللشعب المصري كل الحاجات اللي يحتاجوها بإذن الله في عيد الفطر المبارك، كما كان تماما موجود في شهر رمضان. وأعتقد أنه الناس الحقيقة شعرت بده وما كانش في أي مشكلة، وكنا شايفين الناس موجودة وبتاخد كل متطلباتها للبيوت، وعشان كده الشهر عدى بخير جميل. تقرير كده نتابع فيه جهود الدولة لنعود ونستكمل معكم التاسعة، تفضلوا. صراحة الدولة نزلت بتقولها في الفترة اللي فاتت في الغلاء في الأسعار، سواء الجيش سواء الداخلية سواء التموين، شايف حاجة ما حصلتش قبل كده، إن الناس لاقية اللي هي عايزاه بأسعار كويسة، وخد عندك رمضان وبرضه دخلة عيد. دي حاجة أنا أول نوبة أشوف كده بصراحة، إن الدولة تنزل بتقولها في أزمة من أزمات اللي بتمر بيها البلد. منافذ قوات المسلحة جميلة جدا بأمانة وعلى تجربة، وبناخد الحاجة نظيفة جدا وأسعارها معقولة. والله هو منتجات الجيش كلها كويسة ورخيصة أقل من أي حد بره. فيها فراخ وزيت ويعني كل حاجة تلاقيها عندهم صراحة. وبعدين حضرتك إحنا في دخلة العيد، كويس إن هم عاملين أكتر من منفذ على مستوى القاهرة الكبرى كلها، والمنافذ دي حضرتك بتفيد الشعب كله. احنا طالعين بالصدفة لأن العربية بتيجي يومين في الأسبوع، هي فيها كل حاجة، زيت سكر رز لحمة فراخ، كل ما فيش حاجة ما فيهاش. في فرخة ب52 دلوقتي، لا واللحمة بحاجة ب69، حاجة ب60 برضه، لكن أنا على الطبيعة وانت واقف على الطبيعة. دايما لما باجي جامعات التموين فبلاقي كل حاجه موجوده، سواء الزيت السكر الشاي حتى اي حاجه بجيبها من اي سوبر ماركت بره فبلاقيها موجوده برده هنا في جامعات التموين، وباسعار احسن بكتير جدا من بره. موجودين في الشرقيه في معرض اهل رمضان، وحاجه مش هقول لكم طبعا، مش هم مش مدينا حاجه، انا جايه كده بالصدفه انا وابني ماشيين بنجيب حاجات. والله والله كنا بنجيب كيلو الجناحات بنمشي عليها، الوقت بنيجي بنطمن بناخد الفرخه على قدنا، هو حسب الشعب. تعود اجيب من هنا من العجوزه كيلو اللحمه ب95 جنيه،
وانضف من بره بصراحه ربنا، والحاجه كويسه. وانا اشتريت مكسرات تقريبا الفرق بين الكيلو هنا والكيلو بره حوالي من 60 ل 80 جنيه. منتجات الزيوت برضو هنا اقل عن بره تقريبا في الكيلو من 6 ل 7 جنيه. ملابس برضو كويسه، الاسعار متناسبه، يعني بتهيألي في متناول الجميع. كنا نازلين طبعا نشتري الملابس بتاعه العيد، فلقينا المبادره فطلعنا علشان نشوف الحاجات اللي فيها، لقينا حاجات كويسه واسعارها كويسه يعني، وفي كل حاجه كمان بالنسبه للاطفال وبالنسبه للحريم بالنسبه للرجاله، كل حاجه اسعارها كويسه. بدل كل واحد بدله جميله، وعاملين اسعار ممتازه واسعار حلوه وحاجات جميله، وعلى كل المنتجات سبحان الله، يعني على الرز وعلى السكر وعلى الدقيق وعلى كل المنتجات عاملين اسعار يعني خياليه بصراحه. بصراحه الكحك والبسكوت يعني جربناه قبل كده بسمنه بلدي، وحاجه نظيفه وحاجه محترمه. انا حاليا في احد منافذ امان في مدينه نصر، ويعني بقالي فتره طويله جدا بشتري من المنافذ دي. حقيقه مكان نظيف، الخدمه فيه ممتازه جدا، ومش هنتكلم بقى على الاسعار لان طبعا الاسعار تختلف تماما عن السوق بره. مبادرة كلنا واحد دي شغالة معنا من أول رمضان لغاية العيد إن شاء الله. أسعار الكحك فيها ممتازة والكواليتي جميلة جدا، وجميع المنتجات الأساسية أنا عمري ما جيت ولقيت في حاجة ناقصة. هنا الكرتونة لقيتها بخمسين جنيه، برا المكونات بتاعتها بخمسة وتمانين جنيه، فيها كيسين مكرونة وكيسين رز وكيس سكر وعلبة فول وإزاز الزيت. بصراحة الحاجات اللي فيها كمان جودتها عالية. فجت مبادرة حقيقة في وقتها يعني على سلة استراتيجية، الرز والزيت وحتى اللحوم كمان. حتى كمان لقيت كحك دلوقتي قريبة جبت برضو، لكن برضو في تخفيض حلو قوي، تمن وأقل من 100 جنيه، يعني ده سعر مش موجود في أي حتة الحقيقة يعني. انا جيت والله المعرض هنا لقيت ان الكعك الكيلو ب 55 جنيه، واحنا بمناسبه ان احنا داخلين على عيد، يعني طبعا كلنا المصريين بنعمل الكعك في العيد، فهنا اسعار الكعك كويسه خالص في المعرض، 55 جنيه حلو خالص، فيها تخفيضات جامده عن بره. وعندنا منتجات وزاره الزراعه بصراحه والجوده كويسه بصراحه. انا جيت المعرض هنا الحقيقه لقيت انبهرت اولا باللي موجود. اولا في نظام، في نوعيات هايله، فانا بحب ان كل حد يجي يبص بس وهيلاقي فيه اختلاف جامد جدا في السعر وفي النوعيه وفي الجوده. طبقا للاسعار اللي موجوده في السوق والناس اللي اليومين دول اللي عامله الاسعار الجامده جدا دي، في جشع جامد جدا بره، انما عشان اجي اشوف النهارده الاسعار دي واشوف الحاجات دي فعلا حاجات تحفه، ولازم يعني حاجه اصليه وحاجه بلدي زي ما احنا شايفين كده. وانا مش بقول حاجه غير اللي انا شفتها، ان الاسعار هنا حلوه والمنتجات بتبقى اصليه وطبيعيه اكتر من بتبقى بره يعني. فجيت واتفرجت ولقيت حاجات جميله جدا جدا جدا، هلاقي كل الحاجات المنتجات اللي انا عايزاها مره واحده من مكان واحد. في معرض هنا لوزاره الزراعه، معرض لحوم واسعار منخفضه، الكيلو ب 135 والضان ب 125، وفي خضار وفي رز وفي بطاطس باسعار حلوه منخفضه يعني. اهلا بكم مره ثانيه. خلينا نتكلم عن موضوع بيهمكم كتير من الشباب والاطفال، بياكلوا الوجبه دي اللي اسمها اندومي. في حد هيقول لي ايه الاندومي؟ هو عباره كده حاجه زي الشعريه او النودلز، بتتحط في ميه سخنه وبيجي معاها نكهات، احيانا بتبقى حاجه عاديه كده وبياكلوها، بتبقى زي الشعريه عشان نقربها للناس، او ممكن يحطوا عليها شطه، يحطوا عليها نكهه كده الخضار زي ما تحط مثلا حاجه تديها اي نكهه. لكن اعلنت الهيئه القوميه لسلامه الغذاء ان نتائج التحاليل الخاصه بمنتج اندومي اثبتت صلاحيه الشعريه، لان هي في الاول شعريه زي ما قلت لحضراتكم. سريعه التحضير ليه؟ لان هي بتبقى ناشفه، ميه سخنه، بتقدر على طول تجهز، واثبتت فعلا انها صلاحيه الشعريه للتحضير للاستهلاك الادمي، وعدم صلاحيه منتج الشطه ونكهتي الدجاج الخضار للاستهلاك الأدمي. يعني إذن صلاحية الشعرية تمام، ولكن النكهات
أثبتت هيئة الغذاء بأنها غير صالحة. أخطرت كمان هيئة سلامة الغذاء الشركة على الفور بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تناول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة وسحبها تماما، وتم إعطائهم مهلة مدتها 48 ساعة اللي انتهت اليوم لسحب المنتج نهائيا من الأسواق. كما أخطرت الشركة بإزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة في مكتوب كده عليها انه فيها فوائد فيتامين بي واملاح معدنيه حديد وزنك وكالسيوم، فطبعا ده كمان يعني تم سحبه بانه ده غير صحيح. مزيد من التفاصيل اكيد مع الدكتوره منال عز الدين الباحثه بمعهد تكنولوجيا الغذاء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. سمع حضرتك وحضرتك بتتكلمي يعني الشعرية سريعة الإعداد والتحضير. أيوة، علشان يعني نقربها لكل الناس يبقوا عارفين هي إيه، لأن الشباب معظمهم مقبلين عليها والسن الصغير كمان اللي هو من 12 بقى لحد 16 17 هو اللي مقبل عليها، كمان بتتباع بسهولة في الأكشاك وحاجات كده. ده حقيقي، وللأسف هي أكلة دخيلة على المائدة المصرية، هي منشأها قارة آسيا ودخلت على المائدة المصرية منذ حوالي 20 سنة، وزي ما حضرتك قلتي عشان سهلة الإعداد والتحضير وسعرها على قد الإيد فلقت إقبال كبير، ولكن هي في المجمل عبارة عن كارثة غذائية لأنها عديمة القيمة الغذائية. أولا ما فيهاش أي نوع من المعادن ولا الفيتامينات ولا الألياف اللي مهمة لصحة أطفالنا وصحة شبابنا. كمان هي عبارة عن مكرونة. هيئة سلامة الغذاء أثبتت أن الشعرية سليمة، ولكن أنا عايزة أقول كمية المكرونة أو الشعرية الأولاد بياكلوها دي نسبة كربوهيدرات عالية جدا طبعا. بتساهم في ارتفاع نسبة السمنة، وبالتالي السمنة عندنا بوابة لمئات الأمراض زي السكر والضغط. نيجي لكيس الكارثة، وأنا بسميه فعلا كارثة، كيس الملح الصيني اللي موجود فيها واللي هو اسمه العلمي ملح جلوتامات الصوديوم، وبيترمز له على الكيس بالرمز E621. قصة الملح ده انه كارثة، انه بيأثر على الذاكرة وبيأثر على الإدراك والتركيز، وبيسبب لأطفالنا تشتت الانتباه والحركة السريعة، والطفل يبقى هايبر ومش مركز، ويعني ده كوارث. حضرتك بتقولي كوارث على الكيس ده، يعني ده كوارث ان احنا نتعامل معاه. انا عايزه اقول لحضرتك ان الاطفال المفروض ما ياخدوش اكتر من 2 جرام ملح في اليوم. الكيس ده وزنه حوالي 5 جرام، وممكن الطفل بياخد اسف عبوه واثنين وثلاثه في اليوم. طبعا ده بيعرض الطفل زي ما بقولت لحضرتك لتشتت الانتباه وفرط الحركه وعدم التركيز، ومع مرور الوقت بيأثر على خلايا المخ. الكارثه الثانيه انه بيسبب ارتفاع ضغط الدم، والنهارده احنا عندنا اطفال عندهم ضغط دم مرتفع، عندنا شباب عندهم ضغط دم مرتفع بسبب ملح جلوتامات الصوديوم. وللاسف الملح ده اللي هو اسمه الملح الصيني بقى يتباع كمان سايب في الاسواق الشعبيه. طيب عندنا كمان كيس الشطه. كيس الشطه، كيس الشطه حتى لو الشطه سليمه، بنقول حتى لو هي سليمه، كثره استخدامها ضار بالجهاز الهضمي ويسبب التهابات في الجهاز الهضمي ومشاكل. شطة قد يكون لها بعض الفوائد، ولكن الإكثار منها بيكون ضار على صحة أولادنا. طبعًا. عندنا كيس زيت النخيل اللي موجود، عايزة أقول لحضرتك هذا النوع من الزيت هو أسوأ أنواع الزيوت اللي موجودة، واللي ليها تأثير ضار بتؤدي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم. كمان. طبعًا هي تنتمي للزيوت للأسف اللي هي مهدرجة وليها تأثير جد سيء جدا على صحة أولادنا. أنا عايزة من خلال برنامج حضرتك أنصح كل أم إن هي تشيل الشعرية سريعة الإعداد والتحضير من الخريطة الغذائية اللي هي حطها في البيت. لأن صحة أولادنا وصحتكم كآباء وأمهات هي أمانة، حافظوا عليها. صحيح
صحيح. يعني انا بشكرك جدا دكتوره منال، وكل اللي قلتيه ده يعني دي كوارث، واعتقد الامهات اللي بيسمعونا هم يعني هم اهم فرد في الاسره، لان هم عينهم بتبقى على اسرتهم وعلى اولادهم وعلى لو الاخت او الام او الاب او يعني الاسره كلها. اولا يعني واضح ان الوجبه دي شعريتها بنكهتها بالشطه بالكيس بكله بتتباع على فكره في اكشاك وفي اماكن كتير، هي ممكن تكون رخيصه الثمن فالناس بتقبل عليها، لكن صدقوني ما احنا ممكن ناكل شعريه في البيت زي الفل معموله خفيف وتبقى مضمونه ما يبقاش فيها الشكل ده، وما تبقاش زي ما انتوا سمعتوا كلها كوارث. هي واضح بتيجي معلبه وبكوارثها كده بعلبها، فواضح ان هيئه سلامه الغذاء انتبهت وسحبتها من السوق بعد مهله، ويعني اخبرت يعني كل الناس اللي بتاخد الامدادات بخطوره هذا الاندومي بكل بقى مشتملاته يعني كل الاكياس اللي معاه. انا بشكر جدا دكتوره منال عز الدين الباحثه بمعهد تكنولوجيا الغذاء، وبشكرها على ده. هناخد فاصل، وبعد الفاصل هنكمل معاكم التاسعه في ضيافتي في التاسعه النهارده. هتوقف معاكم مع مسلسل العائدون، وهنطمن على الشاب المصري الجميل اللي تم تجنيده في داعش، يا ترى في حلقه الليله هيتم القبض عليه ولا ايه اللي هيحصل؟ وهيكون معايا محمد عادل منورني في التاسعة، أرجوكم خليكم معايا. وان احنا ازاي يعني نعرف ازاي نستلق المعلومه، يعني ما ناخدش اي حاجه تتقال كده وخلاص، لا لازم يعني نعرف الاول المعلومه دي هل هي المعلومه دي معلومه صحيحه ولا لا، او ازاي نجيبها. وكمان نتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي دور وزاره الشباب والرياضه في نشر الثقافه يعني وفي نشر الوعي للشباب والنشأ. طبعا احنا سعداء جدا كشباب بوجودنا في مثل هذه الصالونات الثقافيه، وسعداء ان الدوله ابتدت تهتم وبقى اهتمامها القوي والشغل الشاغل كله بتنميه النشء وتنميه الشباب وتوعيتهم بمخاطر الهجمه الشرسه بالغاء الوعي. وان طبعاً في تفاعل كبير ما بين الكيانات الشبابية ووزارة الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة في كافة الأنشطة. يمكن إحنا الفترة دي حبينا نرد على تساؤلات كتيرة الشباب حابة تسألها المفتي الجمهورية بشكل كبير، وكمان للدكتور أشرف صبحي إزاي إن إحنا نعد جيل نشء قادر وفاهم وواعي بكل التحديات اللي بتواجهها الدولة في كافة المحاور الموجودة حالياً والتهديدات المتاحة حالياً. لازم الفتوى ما حدش يلجأ ليها من غير أهلها، يعني في ناس كتير بيبقى بيأدوا لحاجات مشاكل كتير جدا في الدولة، إن ممكن فتوى غلط تؤدي لكوارث ومشاكل كتير جدا ممكن تبقى في المجتمع المصري. فساعتها كان الدكتور شوقي علام بلغنا إن الدولة مسهلة حاجات كتير جدا بالنسبة لدار الفتوى المصرية، سواء في الابلكيشن المصري او الابلكيشن عن طريق الفتوى، مش لازم ان الشخص عاد يلجا للشيخ فيس تو فيس عشان يعرف هل الحاجه دي يجوز اللي هو يعملها او لا. مرحله النشأ هي بتسلم لمرحله الشباب، فمهم جدا بالنسبه للسن الصغير اللي هو سن النشأ. ده بالنسبه لمهم اهميه الصالون الثقافي. التعاون والتكاتف ما بين الهيئات العلميه زي قطاع المعاهد الازهريه ودار الافتاء المصريه في تنفيذ هذا الصالون، يعمل على تضافر الجهود ما بين الهيئات الدينيه وما بين وزاره الشباب والرياضة لمحاربة أو لمواجهة ومعالجة الفكر بالفكر، حتى يتم إخراج بعد ذلك نشء قادر على مواجهة المستقبل، لأنه باعتباره قادة المستقبل بعد كده. محمد عادل من الوجوه الجميلة والفنانين اللي نجحت الحقيقة في أكتر من عمل، ونجحوا في عدد من الأعمال لحد ما بقى فعلا عنده نجومية كده كفنان شاب مميزة. وده دور الدراما، هي فكرة كمان إنك في كل عمل في رمضان تبدأ تصعد النجوم، اللي هي رحلة تصعيد نجم جديد طول الوقت. ومحمد عادل الحقيقة محظوظ لأنه بدايته كمان كانت في رمضان وحقق حاجات كتير، لكن السنة دي تحديداً
هو بيلعب دور شاب وطني. بدأ إزاي؟ بدأ غير مقتنع لحد ما بقى مع الدولة تماما وعايز يقدم روحه قبل كل حاجة. في العائدون قصة كبيرة جدا، أنا ما صدقت إنه محمد عادل جه، لأنه في حلقة امبارح المفروض إنه داعش مسكته، فأنا طمنت عليه. ابننا برضو ما دخل عليا في الاستوديو، اطمنت كده إنه سياف ما يحطش إيده عليه أبدا. الفنان محمد عادل الشهير بميدو، مساء الخير يا محمد. مساء النور يا أستاذة، مبسوط جدا أنا مع حضرتك. بجد انت منورنا، وانا كده اطمنت عليك. الحمد لله يعني انا بخير. بعد ما سياف حط ايده عليك قلت بس نروح نجيب ابننا. كلمني عن العائدون. العائدون مسلسل اجتماعي سياسي انساني معمول في وقت مهم جدا من وجهة نظري. لطيف ان احنا نجيب احداث من المخابرات والعامة ونقدر ننقل بطولات انسانية حقيقية للجيل اللي موجود، لان الجيل ده محتاج شوية تعرف تهز وجدانه بشكل حقيقي مش بشكل مزيف. فانا ده يحصل عن طريق الدراما، فدي افضل حاجه، وده اللي طول عمرنا اتربينا عليه. فقدناه شويه، فلكن مبسوطين ان ده رجع تاني، ومبسوط كمان ان ده رجع عن طريق شخصيه زي علاء. شخصيه زي ما حضرتك قلتي في الاول بدا معارض ثم انت لما جالك علاء وقريت، يعني قول لي انطباعك بجد. لا كنت خايف بشكل عام، كنت خايف، بس الحاجه الوحيده اللي كانت مطمناني جدا الكاست بشكل عام. استاذ احمد نادر جلال بالنسبه لي هو بقعد اقول طول الوقت استاذ احمد نادر جلال واستاذ خير بشاره من العماويد اللي انا طول الوقت ليهم فضل عليا وبحبهم جدا 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 جدا، ومن اهم الناس المؤثرين على مستوى مهنه الفن. خفت من الدور لاني شويه دايما المخابراتي شويه يا اما بيصيب يا بيخيب للاسف عند الناس. فدايما دي حاجه بتبقى شويه تركه صعبه، وانا كنت سالم مقرر مش هعمل غير عائدون. لانك كمان انت بتمثل، يعني بتنقل للناس انتماء وحب وهويه وده اوقات ناس بتاخده بس عامة. ما انبسطتش من انه انا شخصيا شفت انه تحرك جديد للدراما، وانه الدوله تفكر بان انا اجيب شاب معارض هاجر راح يشتغل في محطه تانية وعنده فكر. دي افضل حاجه في الدور من وجهه نظر، ان انت ما خدتش البطل التقليدي. ان انت ما جبتش ولد من اللي هم طول الوقت مع انت جبت واحد من اللي بيقول لا لوجهه نظرك، فجبته عرفت تخش لقلبه وتقنعه، وده اللي فرق. دي اللمحه الانسانيه اللي هي فرقت. علاء او ابو عمر زي ما هو سمى نفسه بعد شويه، اما سمى نفسه ابو عمر حبا في الضابط عمر، في الضابط عمر ده اللي احنا مفتقدينه، ان انت يبقى عندك قدوه. في لحظات اللي هي فتره التحقيق دي كلها علاء صدق في عمر جدا. ده اللي احنا محتاجينه. وعمر كمان بيرتبط بالناس اللي بيدربهم، يعني الضابط عمر برده ارتبط باللي قبله اللي هو كان محمد فراج وكان بيزعل عليه وارتبط بيك جدا. يعني كان مشهد حلو جدا لما راح الجامع عشان يطلب الصلاه عليه، ينفع نصلي على حد مش انا شايف ان احنا كجيل مفتقدين ده. مفتقدين الامام في الفن، في الرياضه، في كل حاجه. الشهام. لما تلاقي الشخص ده وتامن بيه كل حاجه بتختلف. خلينا كده نتخيل انه شخصيه علاء شخصيه حقيقيه. اوكي. وده وارد جدا. وعندنا من الشخصيات دي حقيقي موجوده على ارض الواقع. عجبني انا في الحوار اللي كاتبه باهر دويدار اللحظة اللي بيتم فيها إقناعك. محمد ممدوح في مشهد رائع جدا كضيف شرف، أمينة خليل في مشهد رائع جدا. الاثنين الحقيقة كانوا بيحاوروا من شباب لشباب، يعني بيحاوروا شاب بيرجعوا للدفة اللي صح من غير ما يضغطوا عليه ومن غير ما يسفهوا أفكاره. أنت متخيل لو ده حقيقي ممكن يعمل إيه في المجتمع؟ هتلاقينا طلعنا قدام بسرعة قوي قوي. لسه امبارح كان في عفو رئاسي عن مجموعه من الشباب علي. فسبحان الله احنا لسه بنتكلم على نفس النظريه. لو تشوفي كم الفرح عند الناس. لا عفو رئاسي، وخليني اقول كمان انا شخصيا سعدت كمواطنه انه السيد الرئيس قال من اسعد الحاجات اللي انا عملتها هذا العفو الرئاسي للناس. دي في حد ذاتها وكانها طبطبه كبيره جدا جدا جدا. انا لما اخش لحد انا ضده في وجهه نظري وحسيت في عينيه ان هو عينيه بتطبطب عليا او بتطمني، انت شلت نص غضبي. انت عارف كان عاجبني كمان في ادائك ايه لما كانوا بيحاولوا يقنعوك، انت برضو الشاب الطبيعي اللي هو عينيه زايغه شويه مقتنع شويه مش مقتنع. ده دور المخرج بقى هنا، لاني فعليا هو كان بيقول علاء على لسانه ان هو مع البلد. كل واحد بيحب البلد بس بطريقته. في حد بيحب ويأذي من غير ما يقصد. تمام. وده اكم من موجودين كتير. وفي حد متعمد، المتعمد ده اللي هو وصل بيه الحال ان هو تحول بقى شخص فاسد. صحيح. إرهابي أو غير إرهابي، لكن في حد تاني ممكن يبقى من وجهة نظرك معارض بس معاك.
الفرق في اختلاف وجهات النظر. اختلاف وجهات النظر دي محتاجه حد تاني يعرف يمد الايد. وده اللي حصل، ده اللي حصل مع علاء لغايه الخط اللي احنا شايفينه. علاء لحد مع علاء هو نفسه طلع الحلو اللي جواه. بص كده معايا على المشاهد دي، دي مشاهد داعش، وانت الحقيقه في العمل ده يعني انت موجود في هذا المجتمع وان كان تمثيل بس هو حقيقه موجوده في العالم. كنت خايف. كلمني على المشاهد دي. كنت خايف. وانت لما كنت بتترحل في الاوتوبيسات وانت قاعد وسطيهم وانت قلقان طول الوقت كنت خايف بجد؟ كنت خايف. في بعض المشاهد خفت منها، لان في لحظه كده جيت قلت لهم وانا بتناقش انا وامير كراره في المشهد، وهو من ضمن المكاسب المكسب بتاع السنه دي فعليا امير كراره وسهني رمزي جدا. فبقول له تخيل واحد لما بيعزل من شقه لشقه بيتعب وبيتضايق. تخيل واحد ساب حياته كلها وراح في حياه تانية كلها خطر، وهو طول الوقت موصيني ان انا ما يبانش عليا. فكان طول الوقت احساسي الداخلي هو اللي عمال يشتغل، ففي لحظه خفت. انا في لحظه من اللحظات دي في مشهد مشاهد الفلاشه انت وانت بتركب الفلاشه، لا لما خدوا مني الفلاشه لو اكتشفوا ان هو صدقت مع السلامه طبعا مات. اكن بقى الله اعلم من شبابنا اللي راحوا. صح. انت مش عارفه، وبطولات مش شرط ان اعرف عنها حاجه. صح. في غلطه بسيطه. أيوه. واحد حياته كلها وداها من غير ما نعلق له لواء ونقعد من غير ما يعرف حاجه. في المشاهد دي كمان يمكن النجاح ايضا للشخصيات العربيه اللي لعبت طبعاً ادوار طبعاً داعش. طبعاً. يمكن ده اللي خوفك لان هم برضو انت ما تعاملتش معاهم فصدقت ان هم ان هم من داعش. طيب انا عايزه برضو ارجع تاني واسالك يعني اللخبطه والاضطراب اللي كان عند علاء وباين في عينيه هو موجود عند شباب كتير، ما فيش شباب بقى ناقشوك في العمل وهو شغال كده؟ لا يمكن ده ما تمش بشكل مباشر، بس يمكن انا واحد من الناس اللي كنت ايه طول الوقت كان زمان عندي وجهات نظر سياسيه، فطول الوقت انا شايف ان احنا مشكلتنا في حاجه ان احنا ما بنعرفش نعبر عن وجهه نظرنا. الاندفاع دايما، وانا شايف الاندفاع مضر. تمام. ان انت يجي لك حد بيقول لك دي اكتر حاجه عجبتني في المسلسل. ان يجي لك يد كبرى تطبطب عليك وتعرف تستغل طاقتك وايمانك وحبك وتستغله صح، ده اللي احنا محتاجينه. فبالتالي ده لناس كتير حواليا ببسطهم. عشان كان في ناس كتير لغايه دلوقتي تايهه. فما تلاقي ان انت عارف قبل حد يشوف التطور بس يبقى معاك مفتاح الشخصيه، يعني ده اللي عملته امينه خليل، هي دخلت لك من الحاله من الناحيه الانسانيه. طبعا طبعا طبعا. وده اللي بعد شويه حتى وهم بيلعبوه اما قعدوا فتره جندوه كده تجنيد وهمي لحظات اللي هي فيها القلم والكاميرات طبعاً والحاجات طبعاً. دي فهو يعني كان متوتر بزياده، ولما راح ما خدش الموضوع على صدره لان هو امن بيهم. طبعا يعني خلاص. ما خدش الموضوع انه نزعه كده شبابيه وقام متضايق وماشي، لا هو امن فيهم. وعارف ان ده كان طبيعي ان ده يحصل. عشان اتحط. لو كان في مشاهد حلوه لما عملوا لك تجربه وركبوك عربيه بعدين فتحت لقيت امير قرار لقيت قدامك، يعني دي كمان بتخلي المشاهد كمان متحد معاك، يعني في اللحظه دي انت بطل، المشاهد بيبقى وراك بيبقى معاك بيشوف بعينيك. وفي حاجه، انت مسلسل بيتكلم عن شكل مخابراتي انت ما شفتش فيه عنف كتير. ودي حاجه تحسب. ان انت ما شفتش مشاهد دم وقتل وذبح كتير علشان ده ملف دوله، يعني هنا برضو ملف دوله ازاي بتتعامل مع يعني معاهم في كل مكان، يعني كان طول الوقت في برضو فكره ان انا انت ممكن عدوي بس انا بحاربك بالسلاح، انا مش عايز منك غير انك تبعد عني. لكن يعني والنعومه انا قصدي في التناول الفني. على مستوى الكتابه وعلى مستوى الاخراج وعلى مستوى الصوره، ان انت طول الوقت مش مشاهد ينفر منها المشاهد. بالعكس، مشاهد عارفه تدخلك في الحدث اكتر. مع ايقاع مناسب جدا ما تاثرش في نفسيتك. طبعا. كلمني عن هاني رمزي، لانه في بدايه الحلقات برضو كان عندك تعاون. هاني رمزي كان من الناس اللي بتحاول برضو تجندك، يعني دي المرحله الاولى. هتكلم عنه بس الاول انسانيا، شرف كبير ليا لان هو من اجمل الناس. حتى بقعد اقول له حضرتك طول الوقت بقيت تديني امل. انا بقول له انا حتى كممثل عندي مشكله في الجيل الكبير شويه برضه الواحد بيدور على امام يمشي وراه. بتبقى محتاج ده. اما تلاقي حد بيحب المهنه للدرجه دي وحد لسه عنده القواعد والتقاليد القديمه مع تطور العصر، فكان شيء جميل جدا وبني ادم في قمه الاحترام. زائد انه جاي بيعمل دور براه خالص، فدي حاجه تحسب له جدا وعملت اضافه كبيره للمسلسل. جدا ان انت تشوف هاني رمزي في دور مش كوميدي طبعا، في ان جدا 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 جدا، فطلع المشخصات اللي جواه بشكل حلو قوي. لا وهنا هاني رمزي وكانه بيلعب دوره الوطني كمان في الحياه، اللي هو انا كمان عندي وطنيه احب اقدمها. دي حقيقه، دي حقيقه. هنا برضو عايز اسالك على حاجه، احنا دايما نقول كلام كبير بس على ارض الواقع نبقى عايزين نعرف حقيقي وصل ولا لا، اللي هي فكره تشكيل الوعي عند الناس، ان الناس يبقى عندها
قدر كبير من الوعي، وده دور الدراما. انا شايفه ان العقدون السنه دي مقدم رساله كبيره قوي. انت شايف انه اللي انت يعني، وتحديدا للشباب، الشباب اللي هو يعني ممكن يضحك عليه وممكن يتوه في الحياه وممكن الحياه تاخده بسبب الظروف. احلى حاجه في العقدون هو مش مسلسل وقتي، يعني مش مسلسل رمضاني فقط. تمام، العقدون هيتشاف، وكل ما يتشاف الناس هتحبه. في خطوط دراما، في علاقات انسانيه، انت شايف الضابط وهو بيتعامل بشكل انساني طول الوقت. يعني هنا المشاهد مثلا انتوا بتتدربوا وبعدين بيخلق روح حميميه بينك وبينه. ده المشهد اللي قال لي فيه انا عايزك في العيش. قالها لي واحنا قاعدين بناكل وانتوا بتاكلوا. انا قصدي فكره حتى ببساطه التناول، لدرجه ان علاء فهم ان هو بيهزر. تمام، بعد ما عمل له كل التستات هنا كان بيقول لك انت هتروح داعس، وشفنا الخضه اللي على وشك. هو فاهم ان هو بيهزر الاول. مش بهزر، انا بتكلم جد. صعبه. صعبه جدا. فان انت الصعوبه دي تعرف تبسطها هتوصل لاكبر كم من الاجيال، وده اللي احنا محتاجينه. زي ما حضرتك بتقولي هو ده دور الدراما، فدي ميزه العائدون، هيفضل عايش معانا. لو شفناه بعد رمضان هننبسط. مين اللي كان مصر على ان التفاصيل كلها يبقى فيها الشكل الانساني؟ اولا في التعامل معاك، في الحوار اللي مكتوب. يعني كتير جدا كان بيقول لك امير كراره لو مش عايز تكمل قول لنا هنرجعك مصر، لو 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 مش هتقدر قول، لو انت مش قدها قول. يعني ما كانش فيه فرد، وكان فيه المهم انت كانسان يطمنوا عليك الاول. ده بياكد نفس الخط اللي بقول لحضرتك عليه، انه العلاقه الانسانيه اللي نشات ما بين علاء وعمر خليته طول الوقت مطمن. بقى فيه الصديق الامين، بقى فيه اخ اكبر، بقى فيه حد هو مسنود عليه. الشباب محتاج ده. طبعا الشباب محتاج طبعاً. ده طبعا، وخصوصا الشباب بتاع اليومين دول، الطبطبه والاحتواء والشباب بتاع اليومين دول. الشباب اللي هو بقت كل حاجه في حياته في ليها علاقه بالتكنولوجيا. ما بقاش مستني يوم. الشباب دلوقتي ما عندوش طاقه ان هو يقعد يعمل بحث. لا، ما عندوش كمان ان ما عندوش وقت انه يعمل حوار. طبعا انه يسمع، لانه احيانا مثلا تيجي تقول له فهو يقول رايه اللي هو مكونه بقى من سوشيال ميديا، من قعده، من خبر هنا، من خبر هنا، من غير ما يبقى داخل يعني عنده في وجدانه عقيده جواه. ان انت توصل كل ده، ان الولد ده يوصل لقناعه ان هو عنده سعاده يروح يضحي بنفسه، وهو عارف ان هو هيروح يضحي بنفسه في مكالمته لامه ومكالمته لحبيبته، هو بيخلي نفسه من اي حاجه. عشان رايح يضحي بنفسه، ده ايمان مش سهل يجي لاي حد. طبعا مش سهل يجي لاي حد. على مستوى بقى بتقولي هنا بقى المشاهد دي اللي احنا بنشوفها على الشاشه دي بدايه بقى المرحله الثانيه، اللي انت مع داعش وبتروح بقى للاماكن الغريبه اللي بيروحوها والحياه. وكمان هنا فرصه، الشباب بيبقوا متخيلين ان هم الناس اللي بتبحث عن الخلافه هي كلها اماكن لحروب وبؤر ويعني ما فيهاش اي حياه، ما فيهاش دين حتى ولا اي حاجه. هو بيربي جيش مقاتل بشكل تاني، عصابات شوارع بس بشكل منظمه. دايما اللي ينعم فيها كل ما هم كبار، واللي بيطلع عينه فيها كل الشباب الصغير. صحيح، للاسف بيتعاملوا معاهم ان هم عساكر شطرنج. كانت الصعوبه هنا شويه ان انت تحاول ما تبينش. دي كانت حته صعبه جدا اصلا بالنسبه لي. انت بقى كممثل انت بقى كنت متلخبط بقى إن انا هعمل ايه في الحته دي. في جمله دايما تقال لي، فكنت حتى ما اسال الاستاذ احمد طب كذا او كذا، فيقول لي ما ينفعش يبان عليك. وافتكر الكلام اللي كان فعلا بيتقال، عمر كان بيقعد يقول له خلي بالك لو بان عليك فبقت ازمه. وما تطمنش، لان ممكن يبقى اللي بيكلمك ده جاسوس. وانت حتى الولد ده كنت متعاطف معاه بس ما كنتش مطمن برضه، لاني كنت فاهم هو جاي بيقول كده بس بيجس نبضي عشان اقول اللي جوايا. طمني بقى، حلقه امبارح خلينا اقول للمشاهدين، حلقه امبارح المفروض ان هو مع داعش وسياف بقى اللي هو الامير بقى دخل في اللحظه الحاسمه، دخل واخد التليفون السرية. فهتقول لي انا بقى تحت الهواء. هقول لك تحت الهواء، بعيد على الهواء عنيا. بس في الحلقه دي هي فكره برضه، فكره البطوله. انا كنت شايفه برضه ان انتوا راسمين شخصيه الشخصيه المصريه دايما شخصيه واثقه من نفسها. يعني انت حتى مش خايف من سياف قوي، مش قاعد مرعوش في الخيمه. يعني هيبان في مشهد النهارده. هيبان في مشهد النهارده ان هو خايف ولا لا. ده اولا. ثانيا، انه كان في جمله بسيطه جدا في الحوار، رجع تليفون سوريا فقال له لا لو رجعته مش عارف اوصلك تاني. قال له في خطر عليك. هو مش فارق معايا، يعني هو وصل في لحظه علاء كان عنده اختيار، يا اما يستنى عشان يخاف على نفسه، او يطلع المعلومه عشان ينقذ العمليه اللي هتتم في مصر. فكان هو ده الهدف. ان انت توصل في لحظه زي ما كنا زمان كده في النقابات كلها وفي كل الاماكن عندنا ميثاق شرف. واللي بنقعد نقوله كلمه شرف بالظبط. احنا المصريين عندنا ده، ما بنحب بلدنا بكلمه شرف. ان انت عارف توصله من خلال شاب فنان، علاء مونتير ومصور ومخرج، ان انت توصله من خلال ده اعلامي. ايوه زي حالتنا كده. طبعا فان انت توصله من خلال ده هدف عظيم، هدف نبيل، نتمنى نشوفه كتير في الدراما.
ده هيخليني أسألك إيه الفرق بين العائدون وأي عمل تاني مخابراتي بيقدم؟ إيه الفرق؟ مش فكرة الفرق، فكرة إن أنت هنا عندك خط واضح أنت ماشي وراه وفي علاقات إنسانية، مش شكل أرشيفي. يعني يمكن شوية أقدر أقول إن الاختيار في جزء وثائقي جدا طبعًا. واضح طبعًا. اي عمل تاني بيتكلم عن داعش بشكل عام، وانا مبسوط من فكره ان احنا طول الوقت عمالين بنربط ده فرق معانا. بنوتة الكبيره بتسالني مين داعش، فقاعد بشرح لها قالت ازاي بيتكلم باسم ربنا وهو بيعمل حاجات عكس اللي بيقولها طبعا. فانا مبسوط ان انت عمال تدخل وعي ده صغير بدا يستوعب، عمال تدخل له احداث قريبه وعمال تشرح لها يعني ايه قنبله بتتساب ويعني بس كمان هقول لك العائدون كمان في جزء وثائقي، لانه مثلا طبعًا. زي لما عملوا يعني ابطلوا يعني قتل المعارض اللي كان موجود وراحوا ابطلوا يعني هذه المهمه والحادثه اللي حصلت عند معهد الاوراق والصحافه العالميه. انا قصدي تقديمه، انا قصدي تقديمه مش بشكل وثائقي، ما تقدم بشكل درامي عادي جدا بس الاحداث تعتبر اكتر من 50% منها حقيقيه. الاحداث الثانيه انت عمال تكشف الشكل الداعشي، انت ده محتاج تكشفه لان كل من هم مش عايز اقول داعش بس اي حد بيتاجر باسم الدين فهو مؤذي. فانت اما تحاول توصل ده لجيل تاني التكنولوجيا مأثره عليه ولادك، طيب هم عارفين ان انت يعني انت بطل وشايفين ان داعش يعني هيفهموا اكتر وهيشرحوا لجيل زيهم، بيبصوا لها ازاي؟ يعني شايفين سياف اللي بيقلع بيخبي وشه وبيرجع شايفينها ازاي؟ بيخافوا اوقات بيقعدوا يحاسبوني، بيحاسبوني ازاي تعمل كده وازاي ما تعملش كده. حتى في المسلسل ده او غيره لما بيجي في شاشات تانية اوقات يعني نادرا لما بطلع شرير، بس لما بطلع شرير بناتي بيقعدوا يحاكموني ازاي تعمل وتسوي وانت عمال تقول لي اعمل كذا كذا، فبقعد على قد ما اقدر اقرب لها تشرح لها. بس انا اتبسطت السنه دي بفكره ان في اكتر من مسلسل بيناقش فكره تجار الدين. سهل لي انا كتير كاب، سهل لي كتير جدا. ايه اكتر الاسئله اللي البنات سالوها؟ ليه طول الوقت لابسه خمار؟ وليه بتعمل كذا؟ وازاي بتلبس خمار وبتدخن؟ وليه ليه بيجلدوا الناس؟ ليه بيذبحوهم؟ وازاي بيقول ربنا؟ وازاي عمال يقتل في الناس؟ الدراما هنا ممكن تبقى مع الجيل ده اسرع بكتير من اي حاجه طبعاً تانية. طبعا افتكر بقى كل مسلسلاتنا القديمه العائله وغيرها وغيرها وغيرها. صحيح. انا اتربيت على الوعي دوت من خلال المسرح والتلفزيون. صحيح. فاتمنى الشكل ده يرجع تاني. والحمد لله انه بدا يبقى في تنوع. السنه دي من اهم مميزات رمضان من وجهه نظر الشخصيه ان في تنوع. عندنا المسلسلات الكوميدي اللطيفه جدا. صحيح. جدا. صحيح. عندنا الشكل السياسي او المخابراتي بشكل كبير الوطني، وعندك الاجتماعي وعندك الفلسفي وعندك اللي فيه وجدان، عندك كذا حاجه. انا شايف ان ده مفيد جدا. يعني إيه اكتر مشهد انا ممكن تقولي عليه ماستر سين لحد حلقه النهارده؟ لانه انت لسه قدامنا كم حلقه، احنا بنتكلم لحد الحلقه 27 النهارده اعتقد. انا 27 لحد الحلقه النهارده. ايه المشهد الماستر سين بالنسبه لك؟ والله في اكتر من مشهد. في مشهد مش يعني مشهد النهارده مهم جدا انا وسيف. ده اللي هو يعني منتظرينه كلنا. ومشهد في مشهد بسيط جدا بس انا بحبه جدا. انا وعمر واحنا في الشارع. قبل ما اعرف ان هو ضابط مصر، ان هو راجل جاي لي عن طريق ايوه لما جالك عن طريق شركه كده وعايز يشغلني معاه. فهو بيقول لي ارجع مصر. ما انت انا بشتكي له من القناه ومن شغلي في القناه. كنت واقفين على كورنيش كده. فهو عمال بيتناقش معايا، فدي اللحظة الوحيدة اللي الولد ده قال فيها وجعه. والتاني حبه. وعرف يقول له. ودي اللحظة بعدها اللي علاء ان عمر اتأكد انه علاء ينفع يصلح. الشاب بيحب يعني يسمح له بالتفريغ. كل الناس مش شاب الناس بس الشاب لانه عنده قدرات كتيرة جدا ساعات بتبقى كتيرة ومتلخبطة، فبيحب برضو فكرة ان في ودن بتسمع له يعني. وبالنسبة لي في الفترة دي كمان اهم، في زمن السوشيال ميديا وزمن التكنولوجيا الرهيب ما بقاش فيه كلام كتير. فان تلاقي حد يقعد يسمعك. والمسلسل او شخصيه علاء فرقوا معايا فكره ان الغربه مش دايما بتكسب. طبعا بالعكس. دي اجمل حاجه. الوقت جميل معاك، واكيد لما تنتهي المسلسل يبقى لنا كلام كتير. انا بحييك على الدور، بحييك على المسلسل، دور جميل. وانتوا بتقدموا الحقيقه فريق عمل كله اجمل من بعضه، وانت دايما مميز وتم تصعيدك بشكل جديد في عمل جديد في رمضان. الحمد لله. بشكرك جدا محمد عادل، ودايما للامام وحضرتك. ونتمنى انت تفضل موجود في المسلسل يعني مش هنحرق اي حاجه. وخليني اقول حاجه كده قبل ما نسيب محمد عادل، جمله عجبتني قوي قالها لك اعتقد امير كراره. قال لك ممكن يبقى في مشاكل في البلد بس تعالوا نحلها وبلاش نهدها. بالظبط. دي كانت من اجمل الجمل طبعا. طبعا الحوار طبعا، وده اللي بيحصل في بيوتنا. كلنا اوقات بننفر من بيوتنا.
بس فعلا مش هينفع نهد البيت، بنحاول نحلها طول الوقت. ايه الجمله اللي ممكن تقولها لاي شاب مش عايز يعود عشان يبقى عائدون زيك؟ مالكش غير اللي منك، مالكش غير اهلك. اهلك دولت مش، ودي جمله بتتقال بعد شويه في الحوار، الاهل مش باباك ومامتك بس، الاهل جيرانك، شرعك، نفس بلدك، الامان اللي انت فيه. نفس بلدك دي حلوه. الفنان محمد عادل بشكرك والف مبروك على المسلسل العائدون، مكمل معاكم ولسه الحلقات مكمله معانا، ولسه شاشه رمضان بتعرض لنا متعه بصريه ومتعه اخراجيه ومتعه في الكتابه واكيد متعه في التمثيل. واحد من وجوه جميله نورنا في التاسعه. اما انا فالقاكم باذن الله بعد اجازه العيد، كل عام وانتم بالف خير.